تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يسعد مساء الطيبين وبسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ الدروس التعليمية للمبتدئين أنا ولما سمير. خلينا نبدأ بورق السكر اللي بيسموه شوغر شيت، المقادير كوبين سكر عادي جود بالموجود المتوفر عندك بالمطبخ، بدي الجلوكوز البديل شراب الذرة اللي بنباع بالسوق، لتي ايدك مسحة زيت وقت بتطالعي من السطل الجلوكوز ما بيلزق على ايدك ابدا، بدي 4 معالق، بيلزمني 3 والمعلقة الرابعة بحطها احتياط، حطيته بالميكروويف مشان يصير سائل شوي 20 ثانية أو 10 ثواني. هلأ بدي أحط معلقة السي ام سي بسموه التايلوس، إذا ما له موجود استبعدي جود بالموجود. هلأ بقلك إيش الفرق، ملون ممكن باودر بنصحك فيه لأنه بتوزع بسهولة ما بيعذبك، وممكن جل من ويلتون. بهز الكيس وبوزع الملون بشكل جيد على السكر. الفرق إذا استبعدنا التايلوس المفروض تعمليه أول يوم وتاني يوم تغلفي الكيك، هذا بيفضل معك أسبوع بس غطي، هذا الفرق بيناتهم، يعطي طراوي. عم بحرك الكيس بهالشكل مشان ما أوسخ إيدي وأوزع اللون بشكل جيد. حطيته بوعاء، إذا في لطعات من الملون بفركها مشان يتجانس اللون. هلأ بحط جزء من الجلوكوز أو البديل شراب الذرة، حطي 3 معالق بالبداية وبعدين إذا لزمنا منحط، ومع ذلك إذا حسيتي ماعت كتير رشي سكر وفركيه بإيدك وخليه يتجانس، يعني ما لا قصة، يعني ممكن نتغلب على الغلط بكل بساطة. إذا شفتيها ناشفة بتحطي شراب الذرة أو الجلوكوز، وإذا شفتيها سايلة بترشي سكر بس لوني أول. شوفي أنا ما عندي جلوكوز غير 2 معلقة، حطيت من شراب الذرة 2 معلقة، وين المشكلة؟ خلطتهم بشكل جيد. أنا لازم كنت حابة اللون الأقل بس إيدي فلتت. جمعيهم بالنص، ممكن على كيس نايلون جود بالموجود، ممكن على ورق زبدة، وممكن على هالحصيرة بتنية بالشوبك. امسحي الشوبك مسحة زيت ما بقى بيلزق معك أبدا وبينعم معك. بالطول وبالعرض أنا بدي شرشرة وبنفس الوقت ما بدأ استعمل مسطرة، فرضنا بتستعملي هالطريقة، شايفة؟ بتنزي الشوبك لتحت وبعدين لفوق لحتى ينعم السطح. بعد الفرد بنتفقده وين في فراغ، ممكن ببساطة مكان المشرشر تشيلي وتعبي مكان الفراغ، ومن خلال كيس نايلون أو السيليكون نفسه بتمزدي بإيدك أو بالشوبك بتعبي الفراغ ببساطة وبتنعم معك. ما عندك ورق زبدة، كيس نايلون جود بالموجود، يعني مو ضروري يكون عندك هالحصيرة، تمام؟ مشان هيك ما تتحججي، سهلة كتير، مكوناتها بسيطة. ممكن تحتاجي 3 معالق جلوكوز، ممكن تحتاجي 4 حسب نوع السكر. رح أتركها وأغطيها لتاني يوم بشوفكن ومنشوف شلون التغطية. نحن عملنا مسبقا، عملتها لما فعلا ولا أروع، هلأ منفرجيكم. ويلا يا لما يا أحلى ديزاينر كيك اتفضلي. لنعمل الملون عبارة عن بودرة، بتحطي معلقة مع معلقة زيت مع روح اللوز، ممكن روح الليمون، روح الموز. هي هي لما عملتها بدون السي ام سي، ما كان عندها وجود بالموجود.
عملناها قبل بيوم المفروض ما تتركيها أكتر لأنه بتتكسر، ما بتكون مرنة. بتحطيها وبتضغطي بكفك، تلزق معك تحتها. عملنا كريمة الزبدة تبعت كريمة المعامل الاقتصادية، نزلتها من أروع ما يكون يا صبايا، عملوها وادعولي. كتير انبسطت لما من الكريمة غلفنا، ممكن تحتها عجينة سكر، انت حرة. بصراحة هي مجرد ديزاينر حلو، شكلها حلو. بالريشة ممكن تلعبي بلون الذهبي غامق كاشف على كيفك. سمك الخليط هون خففناه بنقطة زيت وروح المانجا، وبالريشة من الدهان بناخد فعلا كيك ولا أروع. رح أنزلكن الكيكة، كمان كيكة المعامل، كيكة الجاهز، دعملك إياها بمحسن وبدون محسن. من هلأ وراي أنا ولما سمير رح نعمل دروس مجانية لكل مبتدئ حابب يتعلم ويمتهن مهني، حتى لعائلتك فعلا ولا أروع. شكل كتير حلو، ممكن تتفنني وتبدعي من خلال هالورق السكر، سهل يستحق التجربة.